عشر السامعين حضرات المدريديين في زمن النكران وعصر الزهايمر، هل يقدر فلورنتينو بدون كريستيانو اللي انقلبت عليه الملايين، هذه الملايين اللي طالما اسعدها لسنوات ونادت باسمه لسنوات، اضاف البرتغالي فيها للرداء الابيض نصاعة وبريق، واضاف ليلقى بها 15 بطولة ولسجلاتها 4 كرات من ذهب. كريستيانو اللي اطلقت عليه من سنوات صاروخ ماديرا كبير فنشال، طعنه احباؤه قبل خصومه ونكره الاقرباء قبل الابعاد. كريستيانو الهداف التاريخي للمرينجي وهداف الشامبيونز اللي براسه جاب الكوبا دي ري وبساقه جات الشامبيونز وبقدمه من شهرين جات مونديال ابو ظبي. كيف نسيتم هذا؟ كيف تتنكرون لهذا؟ الآن صار رونالدو أعوج وأعرج ومحول، الآن أصبح الدون ما عنده في السوق ما يذوق. لا، لم ينتهي يا سادة رونالدو، ما زال العالم سيشاهد أهدافه ويستمع بألقابه ويفرح لألقابه. لا يا سادة، لم تنتهي صلاحية البرتغالي ليباع في المزاد يا معشر مدريد. هذه كلمات ليست مرثية في نجم البرتغال، ولكنها مني إقرار واعتراف. هذه كلمات هي اعتراف وإقرار لنجم ليس كباقي النجوم. جاوبهم يا البرتغاز، حطهم في كادرهم وفي وقتهم وفي أيامهم يا البرتغاز. Decir afición nos ha dado tanto el cariño en todos los partidos, es un orgullo la verdad que jugar en el club más grande del mundo, es un orgullo